بسم الله، في برنامج استكرش والديو بتاع مهمته تحرير الفيديو. يعني ممكن افتح اي ملف فيديو واقول له اوبن فيديو فايل، اختار اي ملف فيديو انا عايزه. ده ملف الفيديو وده الملف بعد التعديلات. اجي من فيديو اقول له فلتر، اقول له اد، اضيف اي فلتر انا عايزه. يعني ممكن اضيف مثلا روتيت او ريسايز، خلينا نختار روتيت. بيقول انت عايز تلف في الاتجاه، اقول له ماشي في الاتجاه دوت. ممكن اضيف حاجة تانية، اقول له ات، اقول له خليه بلور. ممكن ابدأ اضيف اي فلاتر انا عايزها. انت غير السايز زي ما انت عايز. تمام، ولما اخلص اقول له سيف اس اي في اي، وصيف الملف ده اي في اي. وممكن اقول له من فيديو انا عايز اخد الصوره ديت كوبي سورس فريم تو كليب بورد. خلاص كده انا خدت الصوره ديت، دي لو انا عندي اي فيديو عايز اخد منه اي صوره، واجي هنا اقول له بيست كنترول في، يبقى انا كده خلصت الصوره ديت.